عندنا كومبريونسيون ديال ليكري عنده 37%، يعني الفهم ديال النص عنده 37% ديال النقطة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو كيخص التلاميذ والتلميذات ديال المستوى السادس الابتدائي اللي مقبلين على الامتحان الإقليمي اللي غادي يدوزوه إن شاء الله يوم 22 يونيو 2020، يعني يوم 22 في شهر 6 2021. اليوم الوزارة لاحت في واحد البلاغ ديالها الإطار المرجعي المحدد للدروس اللي غادي يدوزوا فيهم الامتحان، يعني فقط الدروس اللي غادي يدوزوا فيهم الاكزام في اللغة الفرنسية في الرياضيات وكذلك في العربية والتربية الإسلامية هما اللي حطات لكم الوزارة في ذاك الإطار المرجعي. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوضح لكم الدروس ديال الامتحان الموحد الاقليمي لماده اللغه الفرنسيه المستوى السادس ابتدائي 2021. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلم فقط على الدروس اللي غادي يكونوا ان شاء الله في الامتحان الاقليمي للغه الفرنسيه. صافي، في فيديوهات اخرى ان شاء الله غنتكلموا على الرياضيات وكذلك على العربيه والتربيه الاسلاميه. اذا هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. إذن هذا هو الإطار المرجعي، إذن الأطر المرجعية المحينة الخاصة بالامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2021. إذن لماذا سميت بالإطار أو الأطر المرجعية المحينة؟ يعني ماشي هي الأطر المرجعية الأساسية أو اللي رسمية اللي دائما كيديروها. علاش؟ لأنه كما كنعرفوا لا العام اللي فات ولا هاد العام كاينة ظروف استثنائية. العام اللي فات كانت تلغى الامتحان وهاد العام غادي يدار ولكن بدروس قليلة ماشي بدروس كاملة. إذا الكادغ ريفيرونسيال أو بيان كادغ دو ريفيرونس أكتواليزي دو ليكزامان نورماليزي بروفانسيال بوغ لوبتونسيون دو سيرتيفيكا ديتود بريمار لا لانغ فرونسيز. دونك هنا لي زيليمون ou bien l'élément d'orientation, suite de l'analyse, principe, les objectifs d'évaluation sont identifiés en fonction d'activités d'enseignement apprentissage réalisées pendant l'année scolaire. يعني الاهداف ديال التقويم عندهم علاقه بالتعليم والتعلم خلال السنه الدراسيه 2020 2021. لي دومين ديال الامتحان هما لا كومبريونسيون دو ليكري، يعني فهم المقروء اللي هو التكست والاسئله ديالو، لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ، ليكسيك، غرامير، كونجيغيزون، اورتوغراف، يعني الدروس اللغويه، ليكسيك، الغرامير، كونجيغيزون، اورتوغراف، ولا برودكسيون دو ليكري صافي اللي هو التعبير الكتاب. برانسيب 3 لي زابيليتي ا ايفاليوسيون لا كونيسونس لا كومبريونسيون لابليكاسيون لاناليز لا سينتيز. دونك الحاجات اللي كنقوموا فيها التلاميذ هما لا كونيسونس المعرفه، الفهم لا كومبريونسيون، لابليكاسيون التطبيق، لاناليز اللي هو التحليل، والسينتيز اللي هو التركيب والتحرير. Bon, le degré d'importance des domaines concernés par l'examen normalisé est déterminé en fonction de l'enveloppe horaire. يعني الأهمية ديال كل محتوى أو كل فقرة أو كل activité راها عندها علاقة بالenveloppe horaire، يعني بالحيز الزمني ديال كل مادة في القراية. مزيان. Description. Donc, on va donc compréhension de l'écrit. شنو غادي يكون فيه؟ Reconnaître l'organisation d'un texte narratif, descriptif, explicatif de 90 à 100 mots. تيتخ، سو تيتخ، باراغراف، إليمون، يعني أنك تعرف المكونات ديال واحد لو تكست، نص حكائي، نص وصفي مثلا، مكون من 90 حتى 100 كلمة، تعرف لو تيتخ ديالو، شحال عدد الفقرات، مثلا لا سورس إلى غير ذلك، غولفي لي زيليمون دانفورماسيون بيرتينونت دون لو تكست، يعني أنك تجبد المعلومات المهمة ديال لو تكست، لي بيرسوناج، الشخصيات، غولاسيون ما بين لي بيرسوناج، يعني العلاقة ما بين لي بيرسوناج، الأحداث، لي زاكسيون، les temps et les lieux, يعني الزمن والمكان، les expressions indiquant la narration ou la description، يعني انك تجبد الكلمات اللي كيدلوا على الحكي ولا على الوصف، autres éléments d'information servant à vérifier la compréhension du texte، يعني مجموعه من الكلمات او من الجمل الاخرى اللي كيوضحوا لا compréhension، يعني الفهم ديال التكست. هنا واحد الملاحظه، le texte à proposer devrait être en rapport avec l'un des thèmes suivants. دونك النص اللي غادي يكون عنده علاقه ما بين هاد لي تيم هادو، يعني هاد لي زونيتي هادو، فواياج اي ديكوفيرت يعني السفر والذكريات، لانفيرونمون اللي هي البيئه، سونتي اي مالادي اللي هي الصحه والامراض صافي. دومين دو يعني لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ، يعني دوك الدروس اللغويه شنو غيكون فيهم. عندنا ليكسيك، غنبداو بالليكسيك، شنو غيكون في هاد ليكسيك؟ ريكونيتر لي زانتونيم دو سيغتان مو دو تيكست بروبوزي، يعني
انك تعرف الاضداد ديال بعض الكلمات في لو تكست. ايدونتيفي دون اون ليست دوني لي مو ابارتونون او تيم دو تكست بروبوزي، يعني انك تجبد من مجموعه من الكلمات لو فوكابولير، يعني الكلمات اللي كيدلوا على داك لو تيم. يعني مثلا الا قال لك جبد لي الكلمات اللي كيدلوا على لو تيم ديال لا سونتي، غتجبد له الكلمات اللي كيدلوا على لو تيم ديال لا سونتي. مفهوم؟ بالنسبه للغرامير عندي 1 2 3 4 5 5 ديال لي كاستيون غادي يكونوا. الكاستيون الاول غادي يكون ترانسفورم اون فراز ديكلاراتيف دوني واحد لا فراز انتيروغاتيف، كيفاش نحول واحد لا فراز اللي هي تقريريه اخباريه لواحد لا فراز اللي هي استفهاميه. كاستيون 2 ريكونيتر لو غروب نومينال غروب فيربال، انك تعرف لو غروب نومينال و لو غروب فيربال فواحد لا فراز. ريكونيتر لادجكتيف كاليفيكاتيف، انك تعرف لادجكتيف كاليفيكاتيف وتحدد واش اتريبيو لي ايبيتيت. ديستينغي لي كومبليمون دو فيرب، يعني كومبليمون دوبجي ديريكت كومبليمون دوبجي انديريكت اي لي كومبليمون سيركونستانسييل، يعني سي سي تي سي سي ال سي سي ام complément circonstanciel de manière, de temps et de lieu. Exprimer la cause, annak ta'raf la cause. Donc, yani annak utiliser les éléments de la cause, yani parce que, car, comme ou puisque. Hadouma annak tistamelhom bach t'exprimer la cause. Donc, hadouma khamsa dial doros li dakhlin. Donc, dakhlin les types de phrases, ou bien les types de phrases. Adna le groupe nominal, le groupe verbal. Adna l'adjectif qualificatif. Adna le complément d'objet direct et complément d'objet indirect ou les compléments circonstanciels. Adna la cause. Adama khamsa dial doros li kinif le grammaire. Nisbal conjugaison. Adna conjuguer les verbes usuels de trois groupes au présent de l'indicatif. Yani annak tkon qader annak conjuguer les verbes li kanstamlouhom bzaf dial les trois groupes. Yani premier groupe, deuxième ou troisième groupe fil présent de l'indicatif. انك تكونجيغي لي فيرب يوزويل دي 3 جروب عاوتاني في الفيتور سامبل وفي الكونديسيونال بريزون، يعني انك تكون قادر عاوتاني تكونجيغي لي فيرب في الفيتور وفي الكونديسيونال بريزون. كونجيغي لي فيرب يوزويل دي 3 جروب او باسي كومبوزي، عاوتاني في باسي كومبوزي وفي الامبارفي دو لانديكاتيف صافي. بالنسبه للاورتوغراف 3 كاستيون. ايدونتيفي لي مو انفاريابل دون اون ليست دوني، مثلا نعطيك مجموعه من الكلمات ونقول لك دوار مثلا غير على لي مو انفاريابل. لي مو انفاريابل هما الكلمات اللي ما كيتغيروش، مثلا بحال دونك دائما غتلقاها دونك، داكوغ، بحال ني دائما غتلقاها ني صافي، بحال او دائما غتلقاها او صافي. دونك سون دي مو انفاريابل. 15 اكوردي لادجيكتيف كاليفيكاتيف افيك لو نو اي لو برونون اوكيل ايل سو رابورت. مثلا عندنا واحد لادجيكتيف كاليفيكاتيف وعندنا واحد لو نو كيالكاليفي، دونك انك تقدر اولا تعرف تاكوردي داكوغ طابق داك لي زادجيكتيف مع لو نو. ايتيليزي لي زومونيم، انك تستعمل داك لي زومونيم، يعني الكلمات المتطابقه من حيث النطق والمختلفه من حيث الكتابه. اي اي ا ا سون سون اون اون سو سو او او لا لا دون لي فراز دوني. داكوغ، هنا عندي اخر دومين اللي هو الدومين ديال برودكسيون دو ليكري. Compléter avec des éléments donnés un texte 3 autres ou 4 lignes en rapport avec le thème du texte proposé pour la compréhension de l'écrit. انك تكمل واحد لو تكست واحد النص مكون من 3 ou 4 ديال الاسطر، تكملهم ببعض ديال الكلمات، وداك لو تكست غادي يكون عنده علاقه بداك لو تيم اللي حددوا لنا، اما لونفيرونمون اما سونتي اي مالادي اما فواياج اي سوفينير. صافي مزيان. اخر حاجه في البرودكسيون ديال ليكري، برودوير ان تكست دو 5 ا 6 لين، انك تكتب واحد النص من 5 حتى 6 ديال الاسطر ا كاركتير ناراتيف او بيان ديسكريبتيف او بيان اكسبليكاتيف، اما يكون كون وصفي ولا حكائي الى غير ذلك اون رابور افيك لي تيم، عاوتاني عنده علاقه بلي تيم، اما فواياج اي سوفونير اما لونفيرونمون او بيان المالادي اي سونتي. صافي. دابا طابلو دو سبيسيفيكاسيون، هنايا غادي نشوفوا الاهميه ديال كل دومين، لامبورطونس دي دومين بار رابور ا لا ماتيير. دونك هادو هما لامبورطونس. دوغري، عندنا كومبريونسيون ديال ليكري عنده 37%، يعني الفهم ديال النص عنده 37% ديال النقطه. لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ عنده 46%، يعني درس اللغوي عنده 46%. بالنسبه لا برودكسيون دو ليكري عندها 17%، هي اللي كتكون ليا 100%. صافي. لامبورطونس دي زابيليتي اون فونكسيون دي دومين، دونك في كل دومين عندنا الكونيسونس والكومبريونسون. هنا بالكومبريونسون دو تكست عندنا كونيسونس و كومبريونسون 33 67. بالنسبه للاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ عندنا الكومبريونسون وعندنا الكونيسونس وعندنا لابليكاسيون. عندنا 36% ديال الكونيسونس، 7% ديال الكومبريونسون، 57% ديال لابليكاسيون. برودكسيون دو ليكري عندنا لاناليز و سانتيز،
l'analyse c'est 33% ou synthèse 67%. Ça fait. Mazien, on a l'importance des domaines. Mazien, compréhension de l'écrit, la connaissance 12% ou 25% de la compréhension de l'écrit. Ou bien compréhension. Enfin, l'activité réflexive sur la langue, il y a 17% de la connaissance, 3% de la compréhension, 26% de l'application. Il y a la production de l'écrit, il y a 7% de l'analyse, 11% de la synthèse. Ou il y a le mouvement 100%. Ça fait caractéristiques de l'épreuve. L'épreuve de l'examen normalisé pour l'obtention de certificat d'études primaires, yani l'imtihan dial nail shahadat dros l'ibtidaïa, et à élaborer en fonction des indications contenues dans le tableau ci-dessus. Yani ghadi tbarmej wifq had el jadwala li kayna f had el tableau hada. Ça fait donc le tableau, l'indication pour la construction de l'épreuve. يعني هادو هما التعليمات اللي عطاو الاساتذه باش يوجدوا هذا الامتحان. داكور اللي عطاونا كاساتذه اننا كيفاش نوجدوا الامتحان. مزيان كومبريونسيون دو ليكري كيقول لنا دير واحد لو تيكست مكون من 90 حتى 100 كلمه فيه داك التعليمات اللي هضرنا عليهم. صافي. بالنسبه لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لانغ مو او فراز دو تيكست اون رابور افيك لي تيم. يعني داك لي فراز يعني الجمل ولا الكلمات عندهم علاقه دائما بلي تيم. صافي يعني ما نخرجوش على لي تيم اللي قالوا لنا في هذا الاطار المرجعي. صافي. دونك هادشي اللي كان عندي هنايا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بالدروس اللي غادي تكون ان شاء الله في الامتحان الاقليمي الموحد ديال اللغه الفرنسيه واللي جا بها الاطار المرجعي اللي حطاته الوزاره اليوم. كنتمنى انه يكون عجبكم لا فيديو ديال اليوم. زيدوا دعموا القناه قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري باش تزيد تكبر ويزيدوا عدد المشتركين ويزيدوا عدد المستفيدين ان شاء الله. ترقبوا في فيديو قادم ان شاء الله الاطار المرجعي ديال اللغه الفرنسيه والتربيه الاسلاميه وكذلك الرياضيات. كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.